انت تعرف انه احنا الان تهمنا الوصول الى الحقيقة، لان نريد نخلص من حالة الاحتقان. زين، قضية الغاء المراكز، اصوات المراكز الانتخابية التي قيل انه صارت بها انتخابات بعد الساعة السادسة، المفوضية اجابت على هذا بتقرير وبتصريح رسمي، اعترفت ان هنالك محطات فعلا لم تغلق بسبب الخلل بالبرمجة، لكنها اكدت ان هذه الصناديق لم تدخل اليها ورقة واحدة بعد الساعة السادسة، وقدمت هذا التقرير الى الهيئة القضائية ولكن لم يؤخذ به، وتم الغاء هذه المحطات. بمعنى، هل غيبت المفوضية؟ يعني هذه فعلا قضية مثيرة. يعني الآن كل الجدل، معظم الجدل أو الشكوك بالانتخابات هو بسبب هذا الموضوع الذي ردت عليه المفوضية علميا. صحيح هو أغلقت، ويعني لم يحصل شيء جديد على صعيد الأوراق التي دخلت إلى الأجهزة من الصبح إلى الساعة السادسة. يعني بعد السادسة حتى مع بقاء المحطات مفتوحة ماكو انتخابات جرت جديدة وناس دخلوا وصوتوا. هذا الجهاز لا يقبل هذا الموضوع. زين، المشككون يقولون ذلك، المفوضية أعلنت هذا بصراحة. لكن الآن المشكلة وين؟ في قضية الطعون الآن، المحطات المطعون بها والتي يعاد فرزها، سواء التي أعيد فرزها خلال الأيام الماضية وظهرت نتائجها بفوز عدد من النواب الذين كانوا خاسرين حوالي 5 أو 6 مع خسارة نواب كانوا فائزين، وننتظر اليومين المقبلين بالطعون ال 15 الجديدة. استاذ حمزة، إذا استمر هذا الموضوع يعني هناك خلل لابد من معالجته. استاذ حمزة، يعني القضية لا تتحمل المفوضية، وإنما ربما هناك شيء يحتاج تفسير في الحقيقة. يعني خوش، خليني أخذ هذا التفسير من سيد منقذ. دكتور منقذ، هذه القضية بها إشكالات قانونية، أنه المفوضية قالت نعم حصل عندنا خلل لكن ما دخلت ولا ورقة، وقدمت التقرير عندما قدمت الطعون إلى الهيئة القضائية. بعدين الهيئة القضائية ردت أنه تلغي النتائج بموجب القانون، بموجب تقرير المفوضية. هل الهيئة القضائية تمتلك هذا الحق بالإلغاء؟ أو بصيغة أخرى، هل ألغيت هذه وخسرت ناس وصعدت ناس كان بها وجه حق؟ شوف، أنا ما أقدر أدخل في عقل القاضي من قرر الهيئة القضائية. هو من حقه أن يقول هذا فائز هذا خاسر، هاي الصناديق تلغى هذه الصناديق، هذا الحق أعطاه القانون إلى الهيئة القضائية. لكن مثل ما قلت لكن حضرتك، يقرر بموجب القانون. نعم، بموجب القانون. ألا أتحدث القانون؟ نعم، يسمح بهذا. نعم. تدري ليش؟ خليني أقولك، أكو بالقانون، هم حتى عندهم بالقضاء، بس أنا مو قانوني، بس أسمع، أكو يقولون القضايا الشكلية وقضايا، يعني من حيث الشكل الطعن مقبول، لأنه يقول تغلق الصناديق، القانون أو النظام مال التصويت يغلق ساعة بالستة، هذه أغلقت بالستة وخمسة. هسا من الناحية الفعلية، مو الشكلية، من الناحية الفعلية ما معقولة بخمس دقائق شفتهن اللي ألغيت اللي نشرت، أكو بيهم الستة وخمسة، أكو بيهم الستة وعشرة، أكو بيهم بالسبعة. ما معقولة انحطت بيها، خاصة وأن المراقبين موجودين. هسا أقول بقت مفتوحة يوم حتى نرفع الشك والاشتباه. هذه أصوات ناس أمانة كان نلجأ إلى عادة عد وفرز هذه المحطات حتى نحترم رأي الناس. يعني أنا إجاني حزب زوار، المفوضية غلطت، ليش صادرنا حق المواطن؟ ليش ما سوينا عد وفرز يدوي؟ أنا وياك تماما. لكن هنا لما أكو قضاء، أنا ما أقدر أحكي على القضاء، خاصة بالأجهزة. أنا ما أقدر أحكي على القضاء، يعني أنا القاضي الشكل قرر. أنا الآن يعني وياك، أنا أطرح متفق. أسئلة طبعا، أطرح هاي الأسئلة، أقول ليش بدلا من هذا منطقيا نعم نروح نفتح الصناديق ونسوي عد وفرز، ونسوي عد وفرز كانت مطابقة. نعم.
إن كانت مطابقة فالمفوضية قد أدت، وإن كانت غير مطابقة فالذين خسروا يأخذون حقوقهم. هي حتى منطقة 6 و5 خمس دقائق إيش حطوا له يعني شكتر هذا ويضيفوا لها، وبعدين أكون مراقبين موجودين. عيني الموضوع حقيقة شوف الآن هم دا يحاولون بقدر يبعدوننا عن الصورة الأكبر ويبعدون العراقيين عن الصورة الأكبر. الصورة الأكبر أن هذه الأحزاب، هي التي ضيعت أصوات جمهورها مو المفوضين.